السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا قناة جيمر جيت. اليوم عندنا شرح في تروف عن الماجيك فايند، وش فايدته او كيف نزوده او كيف نجيبه. الماجيك فايند فايدته انك لما تخلي عندك ماجيك فايند فوق الالف وخمس راح يبدي يطلع لك ستيلر، اللي هو الجير الستيلر، اللي هو يعني هذا هو بالضبط الستيلر. هذا الماجيك في القوة هذه يجيك اضعف من كذا بشوي، لكن يجيك عرفت من السلسله دي يبدا يطيح لك استراحات. فكيف تجيبه؟ هو له اكثر من طريقه، خلينا احنا نشرح الطرق العاديه غير الطرق الثانيه. الطرق العاديه اللي هي عن طريق التنين. التنين هنا لما تجي تصنع تنين الحبات ذولي اللي هو 7 تنين من حقين الحبات، وبعدها التنين البيضات اللي هذولي. فالله يعينك انك بتعيش فيلم يعني عشان تسوي التنين ذولي. طبعا التنين سهلة، هي أنصحك تبدأ فيهم التنين الحبات، تسويهم أول، بعدين تبدأ في التنين البيضات. تحصل البيضات هذول عن طريق الستور. تدخل الستور هنا، تدخل عن طريق الدراجونز، تحصل من 3 بيضات تشتريهم ذولي. تشتريهم عن طريق نقاط الديلي اللي هي اللي تجيك كل يوم 2 يعني عبارة عن نجمة ذهبية فوق، تخلص تعبي الخط حقها وتاخذ 500 حقتك يعني، أو كان عندك باتريكس فيطلعك 1000. فتجمع من هذه وتشتري البيضات وتصنع فيها التنانين، وتكمل عادة التنانين الباقية عاد اللي تجيب مكعبات تنين بحر تنين ذولي، في أشياء تنانين مرة كثيرة. فكل تنين يعطيك 50 ماجيك فايند، كل تنين ما عدا تنين البلكة تنين المكعبات راح يعطيك 100. ممتاز، خلينا نشوف التنين هذا بعد كم يعطيك. 50. طيب مو بس التنين هذا الوحيد هو اللي يعطيك 100، أما التنانين الثانية الأسطورية هذه ما تعطيك ماجيك فايند أبد. ممتاز، تنين عادية هي اللي تعطيك اللي هي هنقول الماجيك فايند. في أشياء ثانية تعطيك ماجيك فايند زيادة، اللي هي الهات. عندك الهات يا طويل العمر يعطيك 94 ماجيك فايند إذا كانت الملفل أبجريد حقه لين آخر شيء 5 أبجريد مطورة. وعندك مركب 2 بريل فيطلعك 94 ماجيك فايند. شيء ثاني ألاي، الألاي هذا ما ظني عندكم، ما ظني يمكن لحقتوا عليه. ففي ألاي إذا سجلت في اللعبة وفعلت حسابك أو ربطت حسابك مع اللعبة يحطوك ألايك زي الحصان الوردي كذا، هذاك يعطيك فيه حوالي 50 ماجيك فايند. فبرضه يعتبر شيء كويس إنك تحط عندك بحيث إنه يرفع لك الماجيك فايند عندك زيادة. عندك برضه الخاتم يعطيك برضه ماجيك فايند، تمام. وعندك برضه هنا الخاصية الخامسة. الخاصية الخامسة هذه إذا طورت شخصية البايت كابتن وصلت ليفل 30 راح يعطيك 70 ماجيك فايند. فلو فعلت باتون وتمع كل الاشياء هذه كلها، خلينا نقول انت وصلت مثلا 1000 مثلا ماجيك فايند بدون باتون، بدون لو فعلت باتون بيصير عندك 2000، لان الباتون ميزته انه يدبل الماجيك فايند. فلو عندك مثلا انت 2500 مثلا بدون باتون، مثلا مع الباتون توصل 5000. 5000 معناها انك بتطيح استرات مره كثير. ف خلينا نقول هذا الشرح يعني ابسط شرح بسيطي عن الماجيك فايند وعن فايدته وكذا. ف افضل يوم تجمعون فيه بيضات التنانين اللي هو يطول العمر يوم، خلينا نشوف اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا رهينك، تقعد تركز عليه يطلع من البيضات بالهبل وتصنع التنانين اللي تحتاجها عشان تفعل ماجيك فايند حقك. فيعطيكم ألف عافية على المشاهدة. إذا ما اشتركتوا في خاصية التنبيه وأي شيء تبغونه اكتبوا لي في التعليقات عشان أشرح لكم عنه، لو ناقصكم شرح معين أو شيء ما عرفتوه فاكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله بقراه وأحاول أنزل عنه مقطع وإن شاء الله بحيث إنكم تستفيدون يعني. فيعطيكم ألف عافية على المشاهدة. إذا ما اشتركتوا في خاصية التنبيه عشان أول ما أنزل حلقة جديدة عن توب أو غير توب راح يجيك تنبيه بشيء ذا. أشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. سلام.